تأملوا يا جماعة كيف عاش نبيكم. عاش يتيما، عاش فقيرا، مات وهو مديون. مات نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. تقول أم سلمة أو إحدى زوجاته أنه لم يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت آل محمد نار. ثلاثة أهلة ولا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام نار. في يوم من الأيام أتت فاطمة إلى أبيها محمد عليه الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين، وأتت بكسرة خبز. كم نحن نتقلب بهذا النعيم، لكن إلى الآن ما وجدنا حلاوة الإيمان، لم نذق حلاوة الإيمان. فأتت إليه بكسرة خبز فأكل هذه الكسرة، ثم قال: آه يا فاطمة، منذ ثلاثة أيام لم يدخل إلى جوف أبيك شيئا، ثلاثة أيام لم يأكل شيء، ولكن ما نظر إليه الصحابة إلا إيه جماعة؟ إلا مبتسم. ليش؟ لأن له علاقة مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا اللسان ذاكر لله جل وعلا. اقرأوا سيرته، اجعلوه قدوتكم، لا تجعل قدوتك فنان. كم نرى الآن من شبابنا يتشبه بالغرب في لبسه وفي شعره وفي هدامه، لكن ما تأثر بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما تأثر بسيرته ولا بأخلاقه ولا في لبسه ولا في تعامله. تأملوا في سيرته يا جماعة عليه الصلاة والسلام. أسألك بالله يا شاب، تخيل اليوم أنت الآن رحت في البيت وإذا الباب يطرق عليك، الباب يطرق عليك، فتحت الباب وإذا أمامك محمد صلى الله عليه وسلم ويبي يدخل في بيتك. كل واحد لابد أن يجيب على نفسه، هل تجعل حبيبك محمد يدخل في بيتك أو تقول له لا اعذرني؟ ليش؟ كيف الدخل في بيوتنا وهي غير لائقة بمقام حبيبنا عليه الصلاة والسلام؟ فيها دشوش، فيها أغاني، فيها صور، فيها لبس، وفيها شيء أحبتي بالله يغضب الله سبحانه وتعالى. لكن من كان مطبق لسنته عليه الصلاة والسلام يقول: تفضل بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لكن من ترك سنته مستحيل أن يجعل حبيبه عليه الصلاة والسلام يدخل. ليش؟ لأنه قال حديث وعرض لهذه الأمة، والله بئس لهذه الأمة، ثم بئس لهذه الأمة إن لم تتبع سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال حديث يا جماعة ما تكون الجنة، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كم منا من تخلف عن سنته؟ كم منا أحبتي في الله من تأخر عن نصرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن أردت محبة الله سبحانه وتعالى فاتبع سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، يحبك الله جل وعلا. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. فأحبتي في الله، أما اشتاقت قلوبنا لرؤيه الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ والله الذي لا إله إلا هو أن في يوم من الأيام في مقبرة البقيع كان يبكي، وقالوا: يا رسول الله، ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: وددت أن أرى إخواني. قال الصحابة: يا رسول الله، أولس نحن إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني يأتون من بعدكم، آمنوا بي ولم يروا.
يراه، فهو يبكي شوقا لرؤيتكم، ونحن نتأخر عن نصرته، ونحن لم نقرأ سيرته. اسأل أي شاب مصيب، والله يا جماعة اسأل عن لاعبي ريال مدريد النصارى عليهم من الله ما يستحقون، يعد لك اياهم واحد واحد، وانتقالاته وكم جاء وكم ياخذ وكم راتبه. لكن اسأله عن حبيب محمد عليه الصلاة والسلام ما يعرف شيء، ولا هو مطبق شيء لسنته. والله أحبتي في الله، أول سؤال تسأل في قبرك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فعلى قدر معرفتك بالله وأنت فوق الأرض، على قدر جوابك وأنت تحت الأرض، على قدر تمسكك بدين الله سبحانه وتعالى، على قدر جوابك وأنت تحت الأرض، على قدر تمسكك بسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام يكون الجواب في القبر. فلا نتأخر أحبتي في الله عن نصرته واتباعه.